عيب عليك منطرني ساعة بالشارع، ترى أنا أختك عيب. كانت الحين مزاجك إيش حالاته؟ خندش داخل أنت فاهم. شين داخل؟ ما حد يشين يبا. الربع عندي داخل بعدين قاعدين مبسوطين وأمورنا طيبة. حتى لو الربع مو موجودين من تداش بعد. أبي وثيقة البيت. ما أسمع. وثيقة البيت الحين عبود. وثيقة البيت؟ ما في وثيقة. إيش عندك؟ أبوك باقي له يومين افهم. وانا شكو فيك وشكو ابوي. يبا هذا ابوك ما له شغل فيه، فاهمه ولا لا؟ بعدين يلا بفرجي عني قاعد انا وربع مستانسين جاي تعكرين الجو شكو.